أنا جاي النهاردة أكلمكم عن مبادرة السيد رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية. الكشف المبكر هو جزء مهم جداً من علاج الأورام والحفاظ على صحتنا، ولذلك في هذه المبادرة هيتم الكشف المبكر إن شاء الله عن 4 أنواع أورام مهمة جداً، ألا وهي أورام القولون وأورام البروستاتا وأورام الرئة وأورام عنق الرحم. هنتوجه لأقرب وحدة صحية أو نتصل بالخط الساخن عشان نسألهم. لما نروح الوحدة الصحية هنسأل على مكتب المبادرة وهيتعمل لنا استبيان، عن طريقه هنقدر نعرف إذا كان إحنا عندنا خطورة لأحد هذه الأورام ولا لأ، وبالتالي هيتم توجيهنا على أقرب مستشفى نعمل فيها الفحوصات المطلوبة، ويتقال لنا على كل التوجيهات اللي محتاجين نعرفها علشان نمنع نفسنا من الإصابة ونكتشف هذا المرض مبكرا إذا كان موجود.